مرحبا بكم أعزائي متابعي قناة هل تعلم في كل مكان. اعتاد الناس هذه الأيام أنهم كلما رأوا شيئا غريبا صوروه بالكاميرات فورا، حتى أصبح لدينا عددا كبيرا من اللقطات الغريبة التي لو لم تسجل لما صدقها أحد لغرابتها. جميعنا يعلم أن برج خليفة هو أطول بناية في العالم حتى الآن، ولكن هل رأيتم منظره من أعلى من قبل؟ يبدو كما لو كان وردة. في الحقيقة هو كذلك يشبه زهرة تسمى زنبق العنكبوت الأحمر. انظروا إلى احترافية هذا الشاب في رمي الكرة في كل كأس بدوره، ولم يخطئ حتى في رمية واحدة. وهنا نرى العامل يستعمل طريقة بديعة في إنجاز أعمال فرش الغطاء العازل، كما أنه يستمتع بوقته من خلال التزلج عليه. إنجازات أكبر في وقت أقصر. انظروا إلى المجسم الرائع الذي صنعه هذا الفنان ببعض قصاصات الورق والقليل من الألوان. ربما رأيتم هذه الخدعة كثيرا من قبل، ولكن أخبروني هنا كيف فعلها وما فرصة أنه جهز لها. فقد اختار المشارك عشوائيا. يا إلهي، يا له من خداع بصري. انظر إلى هذه المنازل الرائعة التي صممها الناس على الجانب من هذه الصخرة الكبيرة، ولكن كم هو الوصول إلى البيت صعب. انظروا إلى هذا الفتى الصغير للوهلة الأولى، تظن أن هذا الذي في يده هو مصباح كبير من نوع ما، وأنه سينكسر إثر اصطدامه بالحائط، ولكن أكمل الفيديو وسترى أنه بالون جميل. يبدو أن قطع الدومينو هذه سببت توترا لهذه القطة. هنا يتجلى الفرق بين التلميذ والمعلم في تركيب الإطار. ففي المرة الأولى يتقدم التلميذ ويحاول جاهدا أن يركب الإطار ولكن دون جدوى، ولكن حينما يتقدم المعلم انظروا كم يبدو الأمر سهلا. ربما رأيت عمليات قص الشعر قبل ذلك، ولكن هل رأيت حصانا يقص شعره؟ شاهدوا معي هؤلاء الشباب. عند مشاهدتك لهم ترى أنهم ماهرون لدركة أنه قد يهيأ لفك أنهم يتوقفون في الهواء لبرهة ويمررون الكرة لبعضهم البعض. هل يمكنكم عدد القفزات الجانبية التي سيقوم بها هذا المتزلج؟ أخبرونا في التعليقات. هذا الشخص الذي ربما لو رأيت شكل كتابته لربما ظننت أنه لا يمكن لأحد أن يكتب بهذه الطريقة بمحض يده، ولكن يبدو أنك مخطئ. انظر إليه كيف يكتب كما لو كان يرسم. هنا نرى ممثل الحركة كوغو ليوغ وهو يؤدي هذه الحركة المدهشة، يقفز في الهواء هذه المسافة الطويلة ثم يجعل ذراعيه على شكل دائرة ويخرج قدميه منها. انظروا إلى هذا المشهد المرعب، أفعى أناكوندا تلتف حول هذه المركبة وتحكم قبضتها عليها. انظروا إلى دقة هذا النجار في صنع هاتين القطعتين، بمجرد رؤية القطع تدرك مدى احترافيته. وهذان هنا اللذان يركضان بسرعة كبيرة كالأبطال الخارقين بفعل قوة الدفع. هذا الرسام وطريقته البديعة في رسم الطاووس بدفعة يد واحدة. انظروا إلى هؤلاء الشابين اللذين صنعا سريرا متحركا ليتناولا الفطور عليه في الشارع. في هذا الفيديو نرى أحد المشاركين قد ارتدى هذه البيزة المخصصة للطيران في الهواء، ولكن انظروا لمن يجلس فوقه، يبدو الأمر كما لو كان علاء الدين يجلس على بساطه. هذه مباراة تجري بين فريقي كرة سلة. لو ركزت قليلا ستجد أن هناك طفل يشارك في اللعب مع أحد الفريقين، وانظروا كيف أهان غرور اللاعبين الكبار. يا لجمال هذه المدينة وإضاءتها الخاطفة للقلوب والأنظار، إنها برشلونة. انظروا إلى لاعبة الجمباز هذا. يا إلهي، كم عدد القفزات الخلفية التي لفتها في الهواء. في الأصل هل شعرت بالدوار أم أنهم ليسوا مثلنا؟ إذا قمتم بحصر عدد القفزات أخبرونا في التعليقات.
هذه الشاحنة يبدو أنها كانت في عجلة من أمرها فأفرغت شحنتها بهذه الطريقة البديعة. هؤلاء الشباب يجلسون هنا على الطريق من أجل أن تأتي أي سيارة لتساعدهم على الاستحمام. هل تود أن تجرب؟ تم طلي هذا الجدار لكي يظهر في صورة كما لو كان مبنيا من الطوب. هذا النادل ذهب ليحضر كعكة زفاف ولكنه سقط دون سبب. وعامل الميناء هذا هنا يقوم بربط مرساة اليخت بكل سهولة كما لو كان يلعب لعبة قفز الحبل. هذه اللوحة الجميلة جمعت بين الليل والنهار في شكل مبدع رائع. هذا الجرو كان هنا من فرط سعادته برجوع صاحبه إلى المنزل، جعل يهز ذيله بهذه السرعة. يا إلهي، كما لو أنه سيطير من السعادة. هذا الكلب ذكي جدا لدرجة أنه قادر على الذهاب للسوق بمفرده وإحضار مستلزمات المنزل. هل لديك روح المغامرة؟ هل تستطيع أن تقوم بذلك؟ ولكن انتبه، هذا الأمر يتطلب شجاعة كبيرة. انظروا كيف تهرب هذه القطة حال رؤيتها الأسد على شاشة العرض الكبيرة. يا لها من قطة مضحكة. هذا الشاب هنا كان يأكل كعكة على شكل منزل، ولكنه لم يكن يظن أن هناك أحد ما يسجل له فيديو. من المعلوم أن من يقع يغطس في أعماقه، ولكن ما قولكم في هذا؟ هؤلاء الرفاق هنا يرفعون زميلا لهم عاليا في السماء على الترامبولين. بالطبع لن ننسى سحر دان في اللعب بالورقات التي لا تكاد تدهشنا خدعة كل مرة نراه فيها. انظروا كيف يمرح هذا الحصان اللطيف في الثلوج. هذه هنا فقاعة كبيرة تحيط بالطفل من جميع الاتجاهات. انظروا هذه الآلة الرائعة المصنوعة خصيصا من أجل إسقاط الأوراق اليابسة من على الشجرة. ربما رأيتم من قبل التزلج على الماء أو التزلج على الجليد، ولكن أخبروني ماذا تسمون هذا يا ترى؟ أخبرونا في التعليقات. أصدقائي، هذا العامل هنا ماهر جدا في تقطيع الخضروات. كما ترون انظروا لسرعته، أتمنى لا يصاب أحد أصابعه. شاهدوا هذه الطريقة في صنع المقرمشات بكل سهولة ويسر. هؤلاء الثلاثة هنا كيف نفذوا هذه الخدعة؟ هل هذا ممكن عقلا؟ والآن إليكم بعض أشهر الخدع السحرية التي ترونها وتدهشكم. يا لك من لاعب بلياردو بارع، كيف قام بتنفيذها؟ هذه هنا مثلجات ظريفة على شكل شجرة عيد الميلاد. هل رأيتم هذا النوع من مصفف الشعر من قبل؟ يا لك من قرد تعيس الحظ، معك أطفالك ومحاط بالتماسيح وفي عرض الماء. هل تحبون الخدع السحرية؟ حاولوا تنفيذ هذه إذن. وهذه آلة عجيبة لتعبئة السمك. انظروا إلى هذه الطفيليات كيف هي متمسكة بهذا الشخص لدرجة أنه يتم إزالتها بهذه الطريقة. هل سيتحمل قلبك هذا المشهد؟ هل اقشعر بدنك؟ أخبرنا في التعليقات. أعزائي متابعي قناة هل تعلم؟ إذا أحببتم دعمنا لكي نستمر يمكنكم الضغط على الرابط في الوصف. أو على يوتيوب ثانكس. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.